سلام بنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكون اموركم كلها على خير. اليوم ان شاء الله جبت لكم فيديو جديد. كيف ما شفتوا معايا الفيديو اللي فات كله جلي لباس زبيوني، عرفتوا عجبكم داكشي علاش وجدت لكم جلي لباس زبيوني بالتنبات هكا كيف ما كتشوفوا معايا. غادي نختار لكم الفيديو اليوم ان شاء الله كله تنبات، هذاكشي علاش اللي عجبتها شي حاجه دير لي سكرين وتخليها لي ان شاء الله غادي نوجدوها لها. هادو راه كاينين واجدين الى صيفطوا لي دابا راه غتلقاهم واجدين، حيتاش كديرنا منهم كميه كبيره على حسب العواشر رمضان داكشي علاش. يلا خصنا الفرصه اللي عجبتها شي حاجه مرحبا. كيف ما قلت لكم بمناسبه اليوم في الشهر ديال رمضان الناس اللي في الرباط غيكون توصيل فابور، اما اللي خارج الرباط راه غادي نصيفطوا لهم بالامانه. يلا البنات هاي الشكل الاولاني، هذا الكريب دو سوا في الموف كيجي بالتنبات هكا كيف ما كتشوفوا بالتنبات بالحجر العقيق. انتما العقيق المزيان ماتصونو الخدمه ديال المعلمه، يعني ماشي شي حاجه سواقيه كيف ما كتعرفوا علينا، ضروري الخدمه اللي كتكون متقونه الخدمه ديال المعلمه. من بعد لكم تشوفوا الرشمه كامله كيفاش كتجي الملاقين ديال العقيق. حتى هي الناس اللي كيفهموا في الخدمه راه عارفين الحجر شي حاجه مزيانه، العقيق ماتصونو يعني ماشي شي حاجه سواقيه. هانتوما البنات كتجي الرشيمه زوينه خفيفه وحتى اللوين زوين. هذا الموف كيجي خفيف في اللبسه وما تملوش منه. هانتوما كيفاش كتجي الرشمه دي كامله، اللي عجبتها شي حاجه دير سكرين ولا بغات تعطيها الخياط ديالها مرحبا. شوفوا الرشيمه كيفاش كتجي في الكتيفات هنايا، تقدروا الى عجبتكم الموديل صيبوا لكم، يعني الا بغيتوا تشيلوا الاخر نخدموا لكم على حساب اللون اللي بغيتوا وحسب الطايه اللي كتصيفطوا لينا. كتجي هكا رشيمه في الصدر وفي الكتيفات والملاقيين ديال العقيق. انتما كيفاش كتجي الخدمه، خدمه شي حاجه زوينه شي حاجه متقونه. اللي عجبتها شي حاجه مرحبا دير لينا غير سكرين وتخليها تصيفطها لينا وان شاء الله غادي نوجدوها لها. كيف ما قلت لكم هاد الجلبات اللي غادي نوريكم اليوم كلهم راهم واجدين، داين واحد الكميه اللي مزيانه على حساب العواشر. المهم الا صيفطوا لينا دابا فهاد اليامات غادي تكون تلقاوهم واجدين، يعني راه كاينه واحد الكميه اللي غادي تقدروا تلقاوها وحتى الطايين مختلفين بالنسبه للناس اللي كيلبسوا ال اكس ال دوبل اكس ال الجلبات غادي يجيوكم. يلا يعني نخليكم دابا مع الجلابه التاليه. هادي الجلابه التاليه في الليموني، الليموني راه كيجي كيحمق في اي وحده لبساتو كيجيها زوين. كيف ما كتشوفوا هكا في الرشيمه كتجي بحال هكا رشيمه هنا في الجناب، تقدروا الا عجبتكم نقدروا نبدلو لكم في الرشمه في البلاصه اللي بغيتوا. كتجي بحال هكا الملاقيه ديال العقيق رشيمه بحال هكا كيجيو في الجناب. هاد الرشيمه كيف ما كتشوفوا شحال زوينه خفيفه وزوينه. باش نقرب لكم على الخدمه هي. الخدمه شي حاجه مزيانه، الخدمه ديال المعلمه ماشي شي حاجه سواقيه كيف ما كتعرفوا علينا، الخدمه متقونه والعقيق المزيان. هذا الكريب دو سوا الكريب مزيان بروميين ديالو، يعني ماشي شي حاجه حنا كنخدموا لكم شي حاجه سركم من الخدمه مزيانه ماشي شي خدمه سواقيه. كتجي بحال هكا كتجي خاويه من اللون الملاقيان ديال العقيق. هاد الرشيمات كيجيو زويونين حتى الليموني، اي وحده زعما عليها راه كيجي زويون في اللبسه وحتى تيعطي حتى واحد ليكرا زويون للوجه، يعني كيفتح الوجه. هانتوما كيف ما كتشوفوا كتجي اللبسه خفيفه وزوينه. الا بغيتي بحال هكا تلبسيها تكوني غدا معروضه اولا غدا حتى راه عند شي حد معروض، يعني اي وحده بغيتي تشوفي هكا كيف ما كتعرفوا العواشر هذه ضروري كنبغيو شي جلابه هكا خفيفه باش نمشيو عند الناس. هانتوما كتجي زوينه في اللبسه وهنا ما داخلينش فيها لوينات بزاف، غير لوين واحد وعاطيه شكل زوين. المهم اللي عجبتكم ديروا لها سكرين وصيفطوها ليا ان شاء الله. راه كاينين موجودين الا بغيتوهم هكا موجودين بالنسبه للناس اللي كيلبسوا ال اكس ال والتل دوبل اكس ال، راه موجودين راه مخيطين موجودين، يتواصلوا معنا ونرسلوهم لكم.
الملاقيان ديال العقيق باش تشوفوا الخدمه كيفاش متقونه. الخدمه يعني ديال النفس، ماشي شي حاجه اللي غير قضي. هانتوما كيفاش كتجي، وحتى في الجناب الملاقيه يعني دايره بالجلابه كامله بالعقيق. المهم الا عجبتكم ديروا لها سكرين، ونخليكم على الجلابه الثالثه. هذه الجلابه الثالثه ولا الرابعه ما عقلتش، مهم هذه الجلابه في الزرق، حتى هي الكريب دو سوا حتى هي كتجي. راه سبق لي حطيت لكم في الفيديو اللي فات جلابه بحال هاد الزواق هذه، بحال هاد الرجيمه هذه، ولكن داخلين فيها هاد الالوان. هاد المره هذه خدمتها بالسامبل، نتوما نقرب لكم الرجمه كيفاش كتجي. خدمتها بالسامبل يعني لون واحد كامله وجذبونا. المهم راه خدمتها لكم في الفيديو اللي فات، الا رجعتوا ليه غتلقاو حطيت لكم هاد الرجيمه هذه، ولكن هنا باللوان داخلين فيها لوينات بزاف. جات غزاله حتى هي في الثوب هكا في الزرق، وجات لوينات زوينين تيحمر، يعني تبدلات بزاف على هذه. الكتيفة طالعين، الملاقيه حتى هي ديال العقيق، نتوما كيفاش كتجي يعني خدمه لي نقيه كما كتشوفوا. الملاقيه ديال العقيق الخدمه متقونه، هانتوما تشوفوا الكتيفاش كيفاش شوفوا كيفاش مخدومه، يعني خدمه نقيه، خدمه اللي ماشي سواقيه، خدمه تلقاوها فين ما كانت. هانتوما خدمه نقيه، ما غاديش تلقاو اي واحد لابسها. يلا البنات ديروا سكرين الى عجبتكم هذه، حتى هي الخدمه راها موجوده الى بغيتي توجدوها بحال هكا للعيد، راه موجد لكم واحد الكميه اللي مزيانه تقدروا تاخذوها. البنات كيجيو هكا، كيجيو كتيفات طالعين، الى بغيتوها ديروها لكم كتيفات حاضرين او لا ماشي من اخر، خليو لينا غير الطاين ديالكم والسكرين ديال الموديل ديالكم وغادي نوجدوه لكم، نوجدوها لكم. المهم حنا دابا راه موجدين واحد الكميه بالنسبه للناس اللي كيلبسوا الال والاكس ال والدوبل اكس ال. الخدمه كيف ما كتشوفوا كتجي مقاده ومتقونه، الخدمه ديال المعلمه، هذا راه عقيق الماتسونو يعني المزيان ماشي العادي، راه يبقى معكم مده طويله، واخا تصبنوها تبقى نفس اللون. هانتوما الجلابه كيفاش كتجي، الا عجبتكم ديروا لها سكرين وصيفطوها لي. ودابا غادي نشارك معكم الجلابه الاخرانيه اللي حتى هي زوينه، اللي لقات واحد الاقبال بزاف عند البنات، تقريبا راه الناس بزاف تياخذوها. يلا البنات خليكم مع الجلابه التاليه. هذه الجلابه الاخرانيه اللي بزاف ديال الناس اللي حماقوا لي عليها في الكحل، الخدمه متقونه، الخدمه في اللوينات زوينين اللي داخلين في الكحل كيف ما كتشوفوا، مدخلين الاورانج والخضار هنايا الدوغي، خدمه زوينه. هاد الجلابه هاد الموديل هذا بالضبط الناس بزاف اللي حماقوا لي عليه في الفيديو اللي فات، الكريم دو سوا البرومي، كتشوفوا الرشيمه جات زوينه في اللوينات، الكتيفة طايحين، الناقيين ديال العقيق، الخدمه ديال المعلمه، الخدمه كيفاش كتجي. نتوما نقرب لكم لي طاي باش تشوفوا الرشيمه كيف دايره، الا عجبتكم ديروا لها سكرين. كتجي بحال هكا، كتجي الخدمه هكا في الوسط، الخدمه كتجي زوينه ومتقونه، ملاقيين ديال العقيق، الجلابه كامله ملاقيه بالعقيق. تمام، المهم اللي عجباتو شي حاجه يدير لينا سكرين. كيف ما قلت لكم الناس ديال الرباط غيكون توصيل مده ديال رمضان كامله فابور، يعني خذوا الجلابه اللي بغيتو ديروا لها سكرين صيفطوها ليا، وان شاء الله غادي نوصلوها حتى لعندكم. الناس اللي خارجين الرباط غيكون توصيل ان شاء الله في امان. هاد الجلابات كلهم راه كاينين موجودين، الا بغيتوهم ديروا لهم غير سكرين ونصيفطوهم لكم، موجدينهم على قبل رمضان. هاد الموديل كاملين دايرين منه واحد الكميه اللي مزيانه، يعني غير ديروا سكرين ونصيفطوها لكم. ويلا كانت عندكم كاع العبار ديالكم شويه كبير على الال والاكس ال والدبل اكس ال، غادي نديروها لكم سير كوموند. الى بغيتو تغيرو حتى في اللون ديال شي موديل مرحبا. يلا البنات ما تنساوناش بالبارطاج الفيديو ديالنا، وان شاء الله نخليكم مع الفيديو الجاي، غادي نشارك معكم جلبات زويونين بالطرز، حتى هما جلبات كيحمقوا ان شاء الله غادي يعجبوكم. يلا البنات.